يشارك وفد من مجلس الشورى برئاسة سعادة الدكتورة جهاد بنت عبد الله الفاضل وعضوية سعادة السيد جمعة محمد الكعبي في الاجتماع الأول لشبكة البرلمانية حول الأمن الغذائي في أفريقيا والعالم العربي والندوة الدولية حول موضوع البرلمانات ورهانات الأمن الغذائي، واللذان يعقدان في الرباط بمملكة المغربية الشقيقة، حيث يستعرض وفد المجلس التقدم والتطور الذي حققته مملكة البحرين في مجال الأمن الغذائي والقضاء على الجوع. وللحديث أكثر حول مشاركة وفد مجلس الشورى في هذا الاجتماع، معنا عبر الهاتف من الرباط سعادة السيد جمعة الكعبي عضو مجلس الشورى. أستاذ جمعة، بعد التحية، ما هي أهمية مشاركة مجلس الشورى في هذا الاجتماع والندوة التي تليه؟ الله يمسيكم بالخير جميعا. في الحقيقة اليوم هو اليوم الثاني من مشاركة الوفد، حيث واصلنا المشاركة في أعمال الورشة التدريبية التي نظمها خبراء منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الفاو حول بناء القدرات، وذلك للفائدة أعضاء الشبكة البرلمانية حول الأمن الغذائي في أفريقيا والعالم العربي، والتي أقر إنشاءها ضمن توصيات المنتدى البرلماني الاقتصادي الأفريقي العربي الذي نظمه مجلس المستشارين خلال فترة 25-26 أبريل من 2018. نعم. من العام الماضي، وقد دارت خلال الورشة مجاولات مستغيرة حول الحوكمة المسؤولة لحيازة الأراضي والاستثمار المسؤول عن الزراعة. ويعد هذا الاجتماع والندوة التي تليها من اللقاءات العربية الأفريقية المهمة، لأنه يفتح المجال للتعرف على المستويات التي وصلت إليها الدول العربية والأفريقية في مجال الأمن الغذائي والتنمية المستدامة. ولذلك حرص مجلس الشورى على المشاركة بهدف إبراز التقدم الذي تحققه مملكة البحرين في هذه المجالات والمبادرات والاستراتيجيات والخطط التي وضعت لتطويرها، حيث تعد هذه القضايا من القضايا الاستراتيجية ذات الأولوية في المنطقتين العربية والأفريقية، وذات الأولوية في النقاش والحوار والتشاور على مستوى دول العالم، خصوصا في ظل وجود تحديات عديدة تواجهها الدول، سواء في الجانب الاقتصادي أو مجابهة التحديات المرتبطة بالتغيرات المناخية ومساعي تحقيق الأمن الغذائي. وبالتالي تأتي هذه الندوة في وقت تحتاج فيه الدول إلى خلق المزيد من التعاون والتنسيق لمواجهة هذه التحديات وتحقيق التكامل والترابط من أجل مصلحة دولنا. نعم، من الرباط سعادة السيد جمعة محمد الكعبي عضو مجلس الشورى، تمنياتنا لكم بالتوفيق في أعمال الاجتماع. كنت معنا ضيفا كريما في نشرة الأخبار، شكرا جزيلا لك.